السلام عليكم حبيباتي. اليوم مع وصفه مطبخ دليله ديزاد نشارك معكم وصفه اروع مشوشه ولا تحبل تنت ملالين بمقادير مضبوطه خفيفه كي القطن. بقاو معايا حتى اخر الفيديو تكتشفوا كيفاش حضرت الوصفه. غير تدخلوا حبيباتي للقناه ما تنسونيش باللايكات والكومنتار وديروا لي البارتاج. هنا حبيباتي انا جبت لكم المشوشه اروع مشوشه خفيفه وقطنيه باش نقول لكم والبنه. بسم الله نعطيكم هنا المقادير تاع المشوشه، يعني مقادير مضبوطه حتى البيض حنوزنوه لكم. بسم الله عندي هنايا 6 حبات بيض، عندي 3 مغارف تاع العشاء تاع الفرينه، عندي 3 مغارف تاع العشاء تاع سميد رقيق، وعندنا الزيت ما نقول لكمش دوكا حتى نشوف شحال دالي باسكو حبيت نشوف القوام اللي حبيته، ورشة ملح. هنا دوك نوزن لكم البيض قدامكم. هنايا عندي ان باكي تاع 10 غرام تاع الخميرة الحلويات. ندير الطبسي تاعي، ماما راه يبان لكم. نرجع على الصفر ونفقص البيض تاعي. بسم الله على بركة الله، يعني قريب المولود. كاين اللي ما يديروش طمينه ولا كل واحد واش ياكل، يعني نوعو شويه لهاد الاكلات. هنديرو كاع 6 حبات بيضه، هاكو شتو 310 غرام. هنا قلتلكم عندي 3 مغارف تاع العشاء، وحده تاع الفرينه، 3 مغارف تاع العشاء تاع الفرينه. انا وزنتهم من قبل، نعاود لكم برك هكا قدامكم. هاي ليك 3 ونزيد 3 مغارف تاع العشاء تاع سميد رقيق. تلقاو كاع هاد المكونات في الصندوق الوسط بالكراماج. هايلك نزيد هذاك باكي تاع الخميرة الحلويات 10 غرام، نجيب نصفيها خير باسكو كاني شفت فيها البراكس، نجنبو يعني هاد الحبيبات نجيكم مر. هنا نخلط، نزيد تاني هذيك الرشه تاع الملح. هذه كرشه ونخلط هاد النواشف سميد وفرينه والخميره تاع الحلويات. هانتا وهنايا دوكا نجيب الزيت، علاش قلت لكم قبيله ما على بالي شحال، دوك تشوفوا بعينيكم. ندير وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، يعني درت دوكا هنا 4 مغارف. أربعة وهذه الخمسة، نكملها كاع، يعني درنا 5 مغارف تاع العشاء تاع الزيت المائدة. واللي يحبوا زيت الزيتون يديروا زيت الزيتون وحده ولا نص نص، ولا ديروا هكذا كيما دوكا درت انايا. ماشي كاع الناس كيحبوا زيت الزيتون، وكل واحد واش توفر عنده في دارو. هاكو شوفوا شغل كيما لا بيري هاك، هايلي هذا هو القوام اللي حبيت نلحقي ليه. هاني دوك نخلط انا البيض تاعي بسم الله بالفوي. ونزيد هذاك الخليط اللي درناه من قبل ونخلطوه كيف كيف، يعني ما نسحقوش نخلطوه مليح، ماشي جينواز ولا، يعني غير يتخلط لنا غير هذوك المكونات. هنا دوك نخلط غير هكذا، غير يتخلطوا بك هذه المكونات، هذاك البيض
السميد والفرينه لانيفير والزيت والملح. خلطوا لنا غير هذه المكونات، شوفوا هكذا، ماشي راح نطلعوه يعني كومي جينواز، حاجه خفيفه هذه مشوشه، ما تحبوا تتملالين. حبيباتي اللي دخلوا القناه تاعي شجعوني برك باللايكات وديروا لي بارطاج، خليوا لي كومونتير صغير ولا عجبكم لي فيديو تاعي، شاركوني التطبيقات تاعكم في الخاص ولا في الانستغرام. هاي ليك خلطنا، شوفوا وكاع جانسوا هادو المكونات، دوك نحطوهم نشعلوا المقله تاعنا. هنا حطينا المقله تاعنا اللي فيها الوسمو تاعها من لهنا 24 سنتيمتر، قلت لكم بالمقادير مضبوطه. هنا ندير 4 مغارف تاع العشاء تاع الزيت تاع المائده ولا زيت الزيتون ولا الخليط، وحده زوج ثلاثة أربعة، أربعة مغارف تاع العشاء. نخليوها تسخن شوية هكذا، نفرغ هاد الخليط تاعي بسم الله على بركة الله. كاين مساكن يكونوا ديابيتيك ولا يعني امراض ما يقدروش ياكلوا حاجه تاع السكريات في هذا المولود، تقدروا ديروا هذه المشوشه هلا، سقموها غير هكا شويه ونقص عليها. شوفي بدات دير لي هنايا شويه الفقاعات، لازم نغاول نقص لها مليح حتى الاخر، ونرجع لها الغطاء وشوفوا كيفاش نقص لها هذيك حتى الاخر. هاي ليك بعد ما طابت لي على لي كوتي، هاي تبان لكم منا حميمره، هاي ليك ماما تبان لكم ها فوالا. دوك نجيب نحيها هكذا بلا ماغيز، استعينوا بلا ماغيز ولا لاكويه باش ما هكذا. شوفوا من بعد نجيب المقله تاعي، شوفوا ما فيهاش بزاف الزيت، نعاود ندير هكذا بالك برك تحرقوا هذيك باش تجيكم يعني سهله. نزيد لها غير شويه الزيت، يا ربي مغرفه تاع العشاء هكا تكوتي ميمبا ميمبا مغرفه، وزيت نعاود ندير لها هكذا يعني اللي ما يعرفوش يقلبوا كيمشوش تنسن لا تحبوا تجر نقص لها هاي ليك الاخر، نعاود نرجع لها الغطا ونولي لعندكم. هنا دوك نشوف ولا طابت، ماما طابت لي باسكو حسيت لها هاي ليك شاده روحها، وتولي لكم شويه صغيره يعني تجمع لكم شويه للوسط. ندير هكذا بلا ماغيز غير بالعقل، شوفوا معايا هكذا نطفي الفرن تاعي وتشوفوها، شوفوا كيفاش راهي حميمره من تحت هاي ليك، هادي طابت خلاص، دوك نتلاقاو في طاولة التقديم. هاي ليك المشوشه تاعنا، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، قطنيه خفيفه اون ديغي ان جينواز. دوك نقسم لكم وتشوفوها معايا هاي لي كيفاه جاتني المشوشه تاعنا ما شاء الله من يديكم، شوفوا خفيفه، شوفوا الله يبارك هايله. دوك نحطها هنايا ونقدموها هنا هكذا بالعسيله يعني تحبوا تملالين ولا مشوشه هكذا من يديكم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم شجعوني باللايكات وديروا لي البارطاج وخليوا لي كومونتير صغير، طاقيو لي بليتو بارطاجيو معايا لي غوسيت لي راني نديركم يعني التطبيقات تاعكم. ان شاء الله يعجبوكم لي فيديو تاعي، نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله.